واخيرا المقطع المنتظر، افضل 10 افلام سنة 2023 حسب وجهة نظري الشخصية. 2023 كانت سنة تنافسية بالاعمال، وافلام كثير كانت تستحق تكون في قائمتنا، لكن اخترت افضل ما تابعت ورتبت لكم هي في قائمة بتقييمي الشخصي من بداية السنة. في المركز العاشر جراند توريزمو، قصة حقيقية عطتنا تجربة استثنائية لسباق السيارات في الواقع واختلافها عن الجيمينج. فيلم عشت معاه بنفس التجربة اللي عشتها في التحفة فورد في فيراري، تقييمي الشخصي هو 8/10. وفي المركز التاسع Anatomy of a Fall، فيلم الإثارة والغموض عن امرأة متهمة بقتل زوجها، ولدها الأعمى هو الشاهد الوحيد في هذه القضية. قصة سهلة وبسيطة، لكن كل شيء في الفيلم كان صعب ومعقد بطريقة ذكية ممتعة للمشاهد، وأداء تمثيل مبهر من الممثلة ساندرا هولر اللي أشوف إنها تستحق إنها تترشح لأفضل ممثلة، تقييم الشخصي هو 8/10. وفي المركز الثامن Air، عن العلاقة اللي جمعت بين شركة نايكي ومايكل جوردن، أتكلمت كثير عن هذا الفيلم وتقدر تشوف المقاطع، تقييم الشخصي هو 8/10. وفي المركز السابع Guardians of the Galaxy Volume 3، بكل اختصار أشوف إنه واحد من أفضل أفلام مارفل في السنوات الأخيرة بعد إند جيم بجانب سبايدر مان نو واي هوم، تقييم الشخصي هو 8.5/10. وفي المركز السادس جون ويك تشابتر 4، سهل انك تعمل فيلم اكشن رهيب لكن صعب انك تحافظ على مستواه في 4 اجزاء، ومستحيل انك توصل للجزء الرابع وتخليه اقوى من الاجزاء الاولى، تقييم الشخصي هو 8.5/10. وفي المركز الخامس ذا هولد اوفرز، فيلم الدراما اللي يشرح لك بكل اختصار انه كل شخص عنده حياة خاصة، قصة خاصة واسرار وعقد مختلفة عن أي شخص آخر، وشرح لك كيف ممكن الحياة إنها تربي الإنسان وتغير حاجات كثيرة فيه، تقييم الشخصي هو 8.5/10. وفي المركز الرابع بلاك بيري، عن شركة بلاك بيري وتوسعها وانتشارها في نهاية التسعينات، من الأفلام اللي استمتعت فيها من بداية السنة وقعدت أتكلم عنه لشهور لأنه يستحق، تقييم الشخصي هو 8.5/10. وفي المركز الثالث كيلرز أوف ذا فلاور مون، قصة مدتها 3 ساعات تستعرض لك الجريمة والجشع والإبادة اللي تعرضوا عليها سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر. أي نعم كان سرده طويل لكنه ممتع، ويتميز بإخراج مارتن سكورسيزي والأداء المبهر من ليوناردو دي كابريو، تقييم الشخصي هو 8.5/10. في المركز الثاني ساوند أوف فريدوم، من أجمل ما قدمت سنة 2023، عمل قدم لنا خفايا ورسائل وتوضيحات عن الاتجار بالأطفال والبشر، ولو إنها جات متأخرة شوية وانتو شايفين ايش بيصير حاليا. على العموم فيلم قوي ومهم واستحق التقييم اللي اعطيته من شهور، هو 9/10. واخيرا في المركز الاول اوبنهايمر، الفيلم اللي قدم لنا رحلة وانتكاسة في الماضي وخلانا نعيشه بتطورات الحاضر، كريستوفر نولان اللي قدم لنا متعة بصرية وتجربة رهيبة، تواجد كيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور جعلوا من هذا الفيلم تحفة سينمائية، وتقييم الشخصي لفيلم اوبنهايمر هو 9/10. وانتوا اكتبوا لي افضل 5 افلام تابعتوها في سنة 2023. سلام.